السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية: لم نحصد من المشاورات مع الانقلابيين سوى السراب. الجيش والمقاومة يردان على خروقات الميليشيا ويكبدونها خسائر فادحة في جبهات الجوف ونهم وحرض. مجلس حقوق الإنسان بمأرب يعقد مؤتمرا صحفيا حول مجزرة الانقلابيين بحق الطفولة عشية عيد الفطر المبارك. مرحبا بكم. أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي حرص الحكومة على السلام، وقال منذ الذهاب إلى مشاورات السلام والالتزام بمتطلبات نجاح المشاورات إلا أننا لم نحصد سوى سراب من قبل الميليشيا الانقلابية التي لا يهمها إلا وقف الغارات الجوية لكي تستمر في عدوانها الهمجي على الأبرياء وقتل الأسر والأطفال كما حدث صبيحة العيد في مأرب ومواصلة حصار المدن في تعز وغيرها. وقال الرئيس هادي خلال لقائه اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن أسس ومرجعيات السلام واضحة ومحددة، وهي متمثلة في القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ورحب بأي جهود في هذا الإطار دون مماطلة أو التفاف أو تسويف. من جانبه أكد ولد الشيخ حرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن المرتكز على المرجعيات والأسس الثابتة، مشيدا بدعم الرئيس هادي لإرساء السلام انطلاقا من مسؤولياته تجاه وطنه وشعبه والتي عبر عنها فعليا وعمليا خلال الفترة الماضية وفي أكثر من موقف ومكان، ونوه بصبر وحكمة الفريق الحكومي المفاوض في مشاورات السلام في الكويت والدعم التام منه لإحلال السلام في اليمن. عقد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم اجتماعا مع هيئته الاستشارية وأعضاء الفريق الحكومي في مشاورات الكويت بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر. وفي الاجتماع أكد رئيس الجمهورية حرصه على السلام المبني على المرجعيات والقرارات الأممية التي ذهبنا تحت سقفها إلى الكويت وقبلها إلى جنيف مراعاة لمصلحة الوطن، إلا أن الميليشيا الانقلابية لا تزال تمارس عدوانها السافر على العزل والأبرياء وتصعد من خروقاتها وحصارها للمدن غير مكترثة بالسلام وقرارات المجتمع الدولي. من جهته قدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي لمشاورات الكويت الدكتور عبد الملك المخلافي تقريرا موجزا عن مسار مشاورات السلام في الكويت وما مرت به من مخاضات متعددة التزم خلالها الوفد الحكومي بالصبر والحكمة والحرص التام على إنجاحها ترجمة لتوجيهات رئيس الجمهورية وانطلاقا من مسؤولياته تجاه شعبه ووطنه وحرصه على السلام العادل المرتكز على المرجعيات المحددة والمتمثلة في تنفيذ القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. كما تناول الاجتماع جملة من القضايا والموضوعات الهامة وإثرائها بالمداولات والنقاشات بما يخدم مصلحة الشعب والوطن. قال رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي إن استئناف المشاورات يقتضي مزيدا من بناء الثقة والتزامات واضحة بالمرجعيات لضمان نجاحها وعدم إضاعة الوقت. أوضح المخلافي في تغريدات له على صفحته في تويتر أن الحكومة ستعمل كل ما من شأنه تحقيق السلام، ولكنها لن تقبل الخديعة أو الحيلة أو المخاتلة. وحث المخلافي ولد الشيخ على أن يشير لمن يعرقل مشاورات السلام، وأوضح أنه من الخطأ أن يسمح ولد الشيخ والمجتمع الدولي للانقلابيين بالمزيد من الوقت للمراوغة أو أن يتم استئناف المشاورات على أرضية زلقة وغير صلبة حسب تعبيره. وأعرب المخلافي عن أمله في أن يعود المبعوث الأممي من لقائه بالانقلابيين ولديه التزامات واضحة بأن الجولة القادمة ستكون وفقا للمرجعيات وأنهم سينسحبون من المدن ويعملون بشكل واضح على إنهاء الانقلاب
والامتثال للسلطات الحكومية. قتل أكثر من 20 مسلحا من ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع صباح اليوم أثناء تصدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهجمات الانقلابيين على جبال حام بمديرية المتون ومديرية المصلوب بالجوف. نتابع. محاولات فاشلة ومعنويات منهارة، هكذا أصبح وضع الميليشيات الانقلابية في جبهة حام التابعة لمديرية المتون بمحافظة الجوف، حيث حشدت العصابات الانقلابية حشودا كبيرة لشن هجمات على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات بمحافظة الجوف. هنا في جبال حام حاولت قوات الحوثي والمخلوع مستميتة فرض أي تقدم في المواقع التي خسرتها قبل أسابيع، إلا أنها بحمد الله والعيون الساهرة والأيادي القابضة على الزناد فشلت وتراجعت أمام ضربات الأبطال مخلفين قتلاهم وعتادهم خلف ظهورهم. وقعت معركة شرسة بمعنى بما تعنيه الكلمة، مستميت العدو أن يحرز له نصر حتى وإن كان شيء ما يذكر، ولكن بفضل من الله لن يحرز شيء، بل رجع مكسور مذلول مغتنم منه الرجال ذابح إنه مذبوح أجلاهم مقطعة تحت الجبل هنا على بوابة حام، الآن محاصر على بوابة حام، الرجال ملاصقنا، المشاه الآن ملاصقنا في بوابة حام، والمشاه من الجبل الشرقي لبوابة حام راكبنا الآن، والاشتباكات دائرة. قام الحوثيين بهجوم الساعة 11 في الليل وتصدينا لهم بحمد الله بفضل الله سبحانه وتعالى، ولاذوا بالفرار، والآن نحن على أبواب معسكر حام، الآن نحن محاصرين البوابة على بوابة المعسكر معسكر حام، والساعات القادمة بإذن الله سيتم السيطرة التامة السيطرة الكاملة على المعسكر. في هذه الجبهة وفي كل مرة تفشل الميليشيا في التقدم وتتغير الموازين فتحول قوات المقاومة هجمات الحوافيش إلى وضع الدفاع، بالإضافة إلى كسب مواقع جديدة كانت تحت سيطرة الميليشيا. شردونا من بلادنا وجينا هنا وهجموا علينا الساعة 11 في الليل، والحمد لله احنا لا شريد تاردين بعدهم هم شريد، وان شاء الله نزلهم بلادنا نصلهم سعدهم واحنا بعدهم ونموت واحنا بعدهم. وتكمن أهمية هذه الجبهة في تواجد معسكر حام الاستراتيجي، وهو من أهم وأضخم المعسكرات التابعة للميليشيا، والذي باتت قوات الجيش والمقاومة تستهدف بوابته بكافة الأسلحة، كما شن طيران التحالف العربي عدة غارات على مواقع الميليشيا مستهدفا تجمعات وتعزيزات عسكرية وبشرية في وادي حام أمام المعسكر. الله أكبر الله أكبر. هجومات مستمرة ومستميتة من قبل الميليشيا الحوثية على جبهة حام، ولكنها باءت بالفشل والانكسار، وعما قريب سنسمع السقوط المدوي لمعسكر حام الاستراتيجي الذي تتمركز فيه الميليشيا. صالح مبخوت لقناة سهيل محافظة الجوف. وفي جبهة المصلوب أكد القيادي في المقاومة الشعبية صالح كلفوت أن الميليشيا تكبدت خسائر فادحة خلال معارك اليوم. مراسلنا صالح مبخوت كان هناك، نتابع. مشاهدينا نحن الآن في جبهة المصلوب، الجبهة التي شهدت معارك شرسة بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات الحوثية من جهة أخرى، كما أدعت الميليشيات الحوثية وإعلامهم المزيف أنهم سيطروا على موقع الغرفة ومواقع أخرى في جبهة المصلوب، ولكنها ادعاءات كاذبة أدعتها الميليشيات الإنقلابية. هنا جرت المعارك البارحة، شنت الميليشيات الحوثية هجمات خاسرة ومكسورة. لنستطلع أكثر معنا بعض الميدانيين يحدثونا عن سير المعارك التي حدثت البارحة هنا في هذه الجبهة. الحمد لله بدأ العدو بالهجوم على المواقع كلها، يعني على ملحان، سداح، زرقاء، الغرفة، ورجعنا الهجوم إلى هجوم معاكس،
والحمد لله قتلناهم وخلفوا كثير من القتلى منهم ولا قدموا شبر في مواقعنا. هناك ادعاءات ادعتها الميليشيا الحوثية وإعلامهم يضخ أنهم سيطروا على موقع الغرفة وموقع عديدة في جبهة المصلوب، فما ردكم على هذه الادعاءات؟ نعم، طبيعة العدو عندما يفشل في المواجهة العسكرية يسلك مسلك الكذب والمرابغة. الدعوة البارحة أنهم سيطروا على موقع الغرفة وها هنا في الغرفة، نحن الآن في موقع الغرفة الرئيسي، وادعوا أنهم سيطروا على وقز على البيضة. نعم، لكن باب الفشل، أنتم الآن دخلتوا إلى عندنا إلى مقدمة الجبهة اللي هي الغرفة، ميمنة الجبهة، والحمد لله هذا يدل على أنهم فاشلين في المواجهة العسكرية والإعلامية. إذن كما سمعتم ورأيتم أعزائي المشاهدين، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مواقعهم والميليشيات الحوثية دائما وأبدا تسلك سلوك الكذب والزيف، وها هنا أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صامدون في متارسهم وفي مواقعهم، والقادم أدهى وأمر ينتظر الميليشيات الحوثية من قبل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. من هنا من جبهة المصلوب، صالح مبخوت لقناة سهيل محافظة الجوف. أكد قائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي من أحد المواقع التي تم تحريرها بمنطقة حام أن تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يأتي ردا على خروقات ميليشيا الحوثي والمقلوع الانقلابية. نتابع. الجبهات كلها فيها تقدم، والجبهات كلها ملتزمة بالهدنة، ملتزمة، لكن كلما هجم العدو إلا يأبى المقاتلين أن يطردوهم ويأخذوا عليهم ويأخذوا أماكنهم. بالهدنة التزمنا بالهدنة وهم أبوا إلا أن يخترقوا الهدنة فجاءت على رؤوسهم. بالنسبة لموقع حام بالأمس هم هجموا عليكم؟ نعم، هجموا على التباب، هذه التبة اللي نحن فيها، ويعني الذي جنوبنا الذي شرقنا الذي تشاهدونها في اتجاه الشرق، وهذه التبة كانوا معهم، والتبة الذي على في اتجاه الغرب والتبة اللي هناك، فأخذت التباب هذه من قبل الأبطال يوم أمس. هل من رسالة أخيرة توجهها إلى أبناء القوات المسلحة والأمن؟ على القوات المسلحة والأمن أن يصبروا، فالحوثة قريبا سيسلموا أنفسهم، وهناك انشقاقات فيما بينهم، والحوثة بيستنجدوا بنا من ظلم الحوثة بعضهم لبعض. أكد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للمقاومة في محافظة صنعاء عبد الله الشندقي سيطرة أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية اليوم على جبل القرن في مديرية نهم بعد مواجهة عنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية. وقال في تصريح صحفي إن أكثر من 28 من عناصر الميليشيا قتلوا وجرح العشرات، إضافة إلى تسليم عدد منهم أنفسهم لقوات الشرعية، فيما استشهد في صفوف الجيش والمقاومة 4 وجرح 11 آخرون في اشتباكات دارت في منطقة جبل يام بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. ضربات موجعة تتلقاها ميليشيا الحوثي وصالح في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، وذلك بعد تصعيد غير مسبوق من قبل الميليشيات، تصعيد قابله رد عنيف من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهة نهم، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من دحر هجوم شنته الميليشيات الانقلابية على جبهة الميمنة بجبال يام شمال شرق فرضة نهم. ما بين المعسكر الفرضة وخطوط العدو 5 كيلو. يعني أنتم متقدمين 5 كيلو من بعد؟ طبعا من بعد معسكر الفرضة 5 كيلو، وإن الفرضة بعيدة عن متناول الإنقلابيون كل البعد، وما هي إلا يتمنون في أنفسهم أنهم متواجدون معسكر الفرضة. 40 مسلحا من ميليشيات الحوثي وصالح سقطوا ما بين قتيل وجريح بعد تمكن قوات الجيش الوطني من إفشال محاولة تقدم لهم، وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة استهدفت عددا من الآليات والعربات العسكرية. هناك خسائر كثيرة في صفوف الإنقلابيين، بحدود 40 قتيل من الإنقلابيين في ميمنة الميمنة، وإنما من الجيش الوطني والمقاومة 4 شهداء و11 جريح. مع كل محاولة تقدم للميليشيات تتمكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تنفيذ هجمات مضادة،
وتسيطر على مواقع وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية والتي أصبحت تلفظ أنفاسها الأخيرة. كر وفر على طول خطوط جبهة القتال في جبهة نهم، وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يحررون موقعا تلو الموقع على طول خطوط المواجهة، ووجهتهم القادمة نحو العاصمة صنعاء. عبدالله أبو سعد، قناة سهيل، فرضة نهم، شرق صنعاء. في محافظة حجة شنت قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا على مواقع ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع في حرض، ويأتي هذا القصف ردا على هجوم شنته الميليشيا الانقلابية أمس الاثنين على مواقع الجيش، وتكبدت الميليشيا خسائر كبيرة جراء القصف الذي طال مواقعها في حرض، فيما غنمت قوات الجيش عددا من قطع السلاح بعد فرار الميليشيا من بعض المواقع. وصعدت ميليشيا الحوثي والمخلوع مؤخرا من هجماتها في جبهتي حرض وميدي تزامنا مع حشد على الحدود مع المملكة العربية السعودية. أقيم اليوم في مدينة مأرب مؤتمر صحفي وجلسة استماع لأهالي ضحايا مجزرة الطفولة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع الانقلابية عشية عيد الفطر المبارك. بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وأهالي الضحايا، أقام مجلس حقوق الإنسان في مأرب مؤتمرا صحفيا وجلسة استماع لأهالي الأطفال الذين استشهدوا في قصف ميليشيا الحوثي وصالح صاروخا على حي الزراعة في عشية عيد الفطر المبارك. جريمة قتل الأطفال الأبرياء التي تضاف إلى جرائمهم من تجنيد الأطفال ومن ضرب المستشفيات، هذه الانتهاكات الستة الذي وضعها مجلس الأمن انتهاكات في حق الطفل عملها الحوثي كلها، من اختطاف الأطفال، من تجنيد الأطفال، من قتل الأطفال. وهذا المؤتمر الصحفي الذي يدعو منظمات المجتمع المدني إلى توثيق هذا الانتهاك ورفعه إلى المنظمات العالمية. وأوضح أهالي الضحايا لوسائل الإعلام المجزرة البشعة التي ارتكبتها بحق أطفالهم، مطالبين منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بمحاكمة القتلة وقيادة الانقلاب لارتكابهم جرائم حرب ضد المدنيين والطفولة. فقعنا بأطفالنا عندما رأيناهم جثث هامدة مفتحة رؤوسهم وأجسادهم، اخترقت تلك الشظايا أجسادهم البريئة، فأحرمتهم فرحة العيد وأحرمتهم حياتهم. فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل على مثل هذه الجرائم. نحن رسالتي إلى حقوق الإنسان وإلى المنظمات الدولية بأن نطالبهم أن يحاكموا، أن يعجلوا محاكمة هؤلاء القتلة. هناك قوانين دولية ومواثيق تحفظ حقوق الطفولة. طبعا انا والد الشهيدين يوسف عبد الوهاب محمد السامعي ومحمد عبد الوهاب السامعي. الحمد لله ولا نقل الغاب لكل شيء. طبعا الفاجئه كانت كبيره علينا، لكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تكون ان يثبت الاجر فيها. طبعا سالتنا في هذا اليوم بالذات بعد ان تجمعت بعض الحقوق المنظمات الحقوقيه، رسالتنا بانه تصل هذه الرساله، وهي رساله انه قتل الابرياء وقتل المدنيين وقتل الاطفال هو جرم بحد ذاته من هذه الميليشيات. فنتمنى ان توصل رسالتنا الى المنظمات الحقوقيه والى الامم المتحده والى كل المنظمات التي لكي يقفوا عن حدهم ويقفوا هذه المنظمات والميليشيات الارهابيه عند حدها. ونفذ أطفال الحي وقفة احتجاجية تزامنا مع المؤتمر الصحفي، منددين بالجريمة البشعة بحق أصدقائهم الأطفال الذين قتلوا بدون ذنب وبهدم بيوتهم ومساكنهم. بيتنا حلوان كسائر البيوت. ماما أصيبت في شظايا وبيتنا مهدمت وهدمت عليهم، مش حرام عليهم كذا يعملوا فينا؟ شفت هدمت البيت كلها، شردونا من بيوتنا، حرمونا من صاحبتي عبير من العيد، وفسدوا فرحة العيد. إيش ذنبنا إحنا؟ إيش ذنبنا؟ مش حرام عليهم؟
وحضر المؤتمر الصحفي رئيس هيئة الأركان العامة وقائد المنطقة العسكرية الثالثة وعدد من القيادات العسكرية للتضامن مع أهالي الضحايا. الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح بحق أطفال مأرب أحياها اليوم أهالي الضحايا والمنظمات الحقوقية لإيصالها إلى المجتمع الدولي. زين العابدين بن علي، قناة سهيل، مأرب. تواصل المقاومة الشعبية بجبهة الشعاور والأهمول تصديها لهجمات ميليشيا الحوثي وقصفهم العشوائي من منطقة العدن بني شبيب بحبيش على القرى السكنية ومنازل المدنيين في الشعاور والأهمول. وتمكن مقاتلو المقاومة الشعبية فجر اليوم من تصد لهجمات لميليشيا الحوثي والمخلوع على الجبهة من الجهة الجنوبية، فيما زالت الاشتباكات المتقطعة. مصادر محلية أكدت أن ميليشيا الحوثي والمخلوع حشدت خلال الأيام أيام العيد عددا كبيرا من المرتزقة المتحوثين بهدف اقتحام مواقع المقاومة وحاضنتهم الشعبية، لكنهم هزموا هزيمة نكراء وسط صمود أسطوري للمقاومة. أكدت مصادر مطلعة في النادرة استمرار ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية بحشد مقاتلين إلى جبال حدة التي تفصل مديريتي النادرة وقعطبة. وقال مصدر محلي إن القبائل هناك حذرت الميليشيا الانقلابية من مغبة فتح جبهة جديدة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بذلك على أي حال وأنهم سيواجهون الميليشيا بكل قوة. ودعوا قوات الشرعية والتحالف العربي لدعم المقاومة الشعبية في جبهتي مريس وحمك للتصدي للميليشيا التي تحاول فتح جبهة ثالثة في الضالع. وعلم مراسل سهيل من مصادر مقربة أن أهالي قرية الخشعة بعمار رفضوا تواجد الميليشيا في القرية التي حاولت عقد اجتماع لمناقشة موضوع الجبهة التي يعتزمون فتحها في جبال النادرة. تواصل الميليشيا الانقلابية قصفها العشوائي بكافة الأسلحة الثقيلة على مناطق السكان ومواقع المقاومة في مناطق عدة بمحافظة البيضاء. وأفادت مصادر محلية أن الميليشيا واصلت قصف منازل المواطنين واستهداف المرة في مناطق نعوة ومحصن آل سعيد وكساد وغول السقل والأجردي بمديرية الزاهر. كما واصلت الميليشيا قصف مواقع المقاومة في مناطق الحبج وجعار والمسياب والغول في المديرية ذاتها. وفي السياق ذاته تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية قصفها على المواقع على المناطق ومواقع المقاومة في مناطق العبدية والوهبية بين محافظتي المأرب وبين محافظتي البيضاء ومأرب. إلى ذلك أكدت مصادر محلية وصول 6 أطقم محملة بأفراد من الميليشيا وذخائر وأسلحة إلى مواقع الميليشيا بالهزانية في منطقة الوهبية بمديرية السوادية. اقتحمت حملة عسكرية تابعة للميليشيا الانقلابية ميليشيا الحوثي والمخلوع صباح اليوم قرية بيت سعد سعيد بمديرية المنار آنس بمحافظة ذمار. وقال شهود عيان إن حملة مكونة من عدد من الأطقم وأكثر من 30 مسلحا هاجموا القرية وانتشروا بداخلها وسط ذعر وخوف غير مسبوق بين النساء والأطفال بحجة البحث عن شيخ قبلي. الجدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي قامت يوم أمس باختطاف 7 أشخاص من القرية ذاتها كانوا عائدين من زيارة قريب لهم في مديرية الحدا. ترأس مدير عام شرطة تعز العميد محمود المغبشي اجتماعا للجنة ضبط البحث الجنائي، وذلك لمناقشة سبل استتباب الأمن والاستقرار في المناطق المحررة ونشر روح السكينة العامة ومنع الاختلالات. وأشار مدير عام شرطة تعز العميد محمود المغبشي إلى أن الاجتماع جاء لمناقشة التعاون والتكاتف بين لجنة الضبط، داعيا أبناء تعز وقادة المقاومة وأفراد الجيش الوطني إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لإيجاد مساحة آمنة للمواطنين. أحرقت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في تعز طقما لميليشيا الحوثي والمخلوع محملا برشاش 14 ونصف
في تبة السلال شرق المدينة. إلى ذلك أطلقت ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية المتمركزة في منطقة البهول 3 قذائف هاوزر على منطقة المضابي بمديرية مقبنة غرب تعز. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس الجمهورية: لم نحصد من المشاورات مع الانقلابيين سوى السراب. الجيش والمقاومة يردان على خروقات الميليشيا ويكبدونها خسائر فادحة في جبهات الجوف ونهم وحرب. مجلس حقوق الإنسان بمأرب يعقد مؤتمرا صحفيا حول مجزرة الانقلابيين بحق الطفولة عشية عيد الفطر المبارك. للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله. We'll be right back.